زاهر ازرع جراش، احنا خلصنا الاصدين. يلا مش جايين نقتل. يلا بودكين إيتها مكوم وما عطاو سيبو لخلي سرق إيتها تساد هشينيم ما شهو شمع مشهو لطبعي بسيد المفكيدة زوز من هنا لغزة تلت ساعة، ومن غزة الرفح 10 دقايق. في رفح نعبر النفق، يعني بعد ساعة هنكون في مصر ومعانا الفلوس دي كلها. والطريق ده أمان يا باشا؟ شوف يا زاهر، الفلوس اللي معانا دي تأمن أي طريق. في عربية قطرانة من بدري يا باشا، شكلها كده أمن. يا رب منها قريب. ماشي.
ابو شعلان. ده ابو شعلان يا جماعه. ابو شعلان يا ابو شعلان، انت خليتنا كنا هنقطع الخلف. ابو شعلان الطريق مقطوعه يا ناجي بيك بسبب الانفجار اللي حصل بمبنى الموساد، وهالحين الامن كله مستنفر ومش راح تقدروا ترجعوا غزه الليله. مش هنقدر نرجع يعني ايه؟ واحنا كنا واخدين الفلوس دي من البنك عشان نستثمرها في تل ابيب. مفيش قدامكم الا طريق واحد. اي طريق مش مهم. تطلعوا من هون للبنان، ومن لبنان تدبروا حالكم وترجعوا مصر. طب واحنا ايش ضمننا ان الحدود هناك مش مقفوله برضه؟ الحدود يا ناجي بيك فيها دروب ودهاليز ومسالك صعبه كتير، محدش يعرفها الا الناس اللي عايشين فيها. واحنا هنعرفها ازاي؟ تعالوا ورايا.